الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين أما بعد حياكم الله أبنائي وبناتي الطلاب في مادة مبادئ القانون وبين يدينا درسنا في هذا اليوم بعنوان الشخص الطبيعي الشخص الطبيعي وسنتناول بحول الله القسم الأول من الدرس وما تبقى في الدرس القادم وقبل الشروع في الدرس نود أن نستذكر نحن وإياكم ما ذكرنا في الدروس الماضية ومن ذلك ما ذكرنا في جانب محل الحق في جانب محل الحق وهنا محل الحق إما يكون محل الحق الشخصي أو محل الحق العيني أو محل الحق الفكري وذكرنا أن محل الحق الفكري بما يسمى الحقوق المعنوية الفكرية الحقوق المعنوية الفكرية، وبينا أن هذه الحقوق الثلاثة كل منها يرد على شيء محدد وهو أن الحقوق الشخصية هي علاقة بين الأشخاص، هي علاقة بين الأشخاص فينشأ عن ذلك حقا فبمطالبة بمطالبة المدين أو أو إلزامه أو غير ذلك، وأما في جانب الحق العيني فهو يرد على جانب ماذا؟ جانب الاموال، يرد على جانب الاموال، اما الحقوق الفكريه فانها ترد على ايضا الحقوق المعنويه وهي مثل ما ما يبتكره الانسان من اختراعات او براءات اختراع او غير ذلك من الامور من الحقوق السمعيه والمرئيه وغيرها. وذكرنا ان الحقوق الفكريه وهي بما يسمى الحقوق المعنويه المقصود بها انه ما يقره ويحميه القانون لشخص ما، على ماذا؟ ماذا يحمون؟ يحمون انتاجه الفكري يحمون انتاجه الفكري، هذا هذا الانتاج الفكري اما ان يكون مسموعا او مقروءا ومن كتاب وغيره او مرئيا او ربما اختراعات وابتكارات وغير ذلك فإن القانون ماذا؟ يحمي هذا هذه الأمور التي ابتكرها، هذه الأمور التي ابتكرها وهي من إنتاج فكري. عن طريق نسبة ماذا؟ عن طريق نسبة ذلك الشيء إليه، بمعنى أن هذا الشيء هل هو صاحبه؟ هل هو الذي ابتكره حقيقة أم لا؟ فينظر إلى هذا الجانب أولاً. ثم إلى الجانب الآخر بعد أن يعرف أن نسبة ذلك الإنتاج هو له هو لمحمد الذي أنتج هذا الكتاب أو أنتج هذا المسموع أو أنتج هذا المقروء هو لمحمد فإننا نقول له أن القانون يمكنه من ماذا؟ يمكنه من بيعه من استغلاله وبيعه وهبته وغير ذلك فله الحق في التصرف فله الحق في التصرف وذكرنا أن عناصر الحق هي ثلاثة الأمر الأول وهو الاستئثار بمعنى الاستحواذ ومن ثم السلطة والتسلط ومعنى التسلط بأن ما يكون له سلطة على هذا الشيء والقانون يحمي هذه الأمور وهذا هو الشيء الثالث من عناصر الحق بأن القانون يحميه ويقره على هذا الأمر فإذا هذه الأمور الثلاثة وهي من عناصر الحق فإن لصاحب هذا الحق وهو الإنتاج الفكري له أن يستغله إما ببيعه أو هبته أو استعماله فإن كان مما يستعمل وغير ذلك من الأمور، فإذا هذا هذا المقصود بأن القانون يحمي أصحاب الحقوق، أن القانون يحمي أصحاب الحقوق ومن ذلك الحقوق الفكرية. محل الحق هو الشيء المعنوي هو الشيء المعنوي غير الملموس هذا محل الحق. لأن محل الحق إما يكون محل الحق على الأشخاص بمعنى هؤلاء الأشخاص يلزمهم في, في, في حق أن مثلا يعمل مثل علاقة المقاول مع من يبذل المال فإن هذا المقاول يجب عليه أن مثلا يبني بيتا أو غير ذلك فهنا نشأ حق بين الأشخاص هذا هذه الحقوق الشخصية وأما الحقوق العينية وهي فإنها ترد على الأموال، وهي علاقة بين، وهي ترد على الأشياء، ترد على الأشياء، بأن هذا القلم أو هذا هذه السيارة أو هذا المنزل يمتلكه، فلذلك يحق له أن يبيعه أو يهبه أو غير ذلك مما يجوز له أن يتصرف به، فإذا هذا هو ماهية محل الحق الفكري، وذكرنا أن عناصر الحق عنصران العنصر الاول عن. هما او العنصر الاول هو العنصر غير المالي والعنصر الاخر وهو العنصر المالي والعنصر الغير المالي هو للتاكد من نسبة ذلك الإنتاج الفكري لصاحبه فينظر إلى مثلا محتوى الكتاب هل هذا المحتوى هو لخالد أم لا كمثال هذا ينظر في الامر الاول، هذا يسمى العنصر غير المالي في الحق الفكري، هذا العنصر الاول. العنصر الثاني بعد ان يتاكد ان هذا الشيء هو يملكه خالد فاننا نقول ان القانون يحميه ويقره ويجوز له ان يستعمله ببيعه او هبته او غير ذلك. فاذا هذا هو المقصود بذلك وسنمثل كما هو موضح عندكم في الكتاب المثال الأول في العنصر غير المالي محل الحق الفكري ما هو؟ عند تأليف كتاب ما هو محتوى الكتاب. هذا محل الحق. إذا ما هو في هذا المثال في الكتاب؟ ما هو محل الحق؟ محل الحق أن نقول هو محتوى الكتاب، هذا محل الحق. هو الذي أملكه، هو الشيء الذي أملكه، ما كتبته أناملي، فإذا هذا الشيء هو الذي أملكه. والعنصر غير المالي هذا هو نسبة محتوى ذلك الكتاب إلى من؟ إلى مؤلفه، فإننا إذا جئنا ونظرنا إلى التفريق بين الأمرين نقول ما هو محل الحق في هذا المثال؟ محل الحق هو محتوى الكتاب. ما هو العنصر غير المالي في هذا المثال؟ نقول العنصر غير المالي هو نسبة ذلك المحتوى هذا الكتاب إلى مؤلفه. هذا المثال الأول وهو العنصر غير المالي. المثال الاخر وهو او في شان العنصر المالي نقول ما هو محل الحق الفكري عند تاليف كتاب ما؟ هذا كمثال ايضا هو محتوى الكتاب، فاذا محل الحق اين هو؟ محتوى الكتاب. بعد ان ننظر الى هذا الامر ننظر الى شان اخر وهو العنصر المالي هو ما هو؟ ما هو العنصر المالي في هذا في هذا المثال؟ نقول امكانيه استغلال محتوى الكتاب بماذا؟ ببيعه او تاجيره ان كان مما يؤجر فاذا هذا الفرق بين العنصر غير المالي والعنصر ماذا؟ والعنصر المالي فينظر الى امرين ينظر الى محل الحق وينظر الى الشان الاخر وهو العنصر المالي او العنصر غير غير المالي كما هو في مثال جانب تاليف الكتاب. فينظر الى هذين الامرين. في البطاقه التعريفيه لنظام الاسماء التجاريه اداه الاصدار مرسوم ملكي رقم ميم تقسيم 15 في تاريخ هذا الاصدار وهو قد صدر في 1/1 1420 الهجره ملخص النظام يتضمن نظام الاسماء التجاريه وجوب اتخاذ كل تاجر اسما تجاريا يقيده اين؟ يقيده في السجل التجاري وبيان الاحكام المتصله بذلك من حيث الاجراءات والبيانات والشروط وبيان احكام التصرف بالاسم التجاري والمسؤوليات المترتبه على ذلك وتحديد عقوبات مخالفه النظام واناطه الاختصاص بماذا؟ بديوان المظالم، فهو الذي يفصل في جميع هذه الدعاوى والمنازعات الناشئه عن تطبيق النظام، فهذا ملخص النظام في نظام الاسماء التجاريه، فقد صدر له نظام وهو في عام 1420 والمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم 15. في استكمالا لما اخذنا في الوحده السابقه، الان سنتناول مقصود بالشخص الطبيعي، فماذا سنتعلم؟ وماذا سناخذ؟ يتوقع منك اخي الطالب واختي الطالبه في نهايه الدرس ان تكون قادرا على أن توضح المقصود بالشخص الطبيعي، أيضا تبين بداية الشخصية القانونية الطبيعية، ما هي أو كيف كانت بداية الشخصية الطبيعية القانونية. هنا في هذا التمهيد: إن الحق لا يمكن تصوره. الحق ذكرنا أنه ما يرد على الشيء، ما يرد على الشيء، وذكرنا أن له عناصر ومن عناصره الاستئثار وهو الاستحواذ وأيضا التسلط معنى التسلط بمعنى أن له سلطة على هذا الشيء والأمر الأخير أن القانون ويقره القانون ويحميه الحق هذا وهو الذي يرد إما يكون على أشياء أو يرد على أشخاص أو يرد على جانب آخر وهي الحقوق الفكرية فإذا إما يرد أو نقول الحقوق الشخصية محل الحق الشخصي او محل الحق العيني او محل الحق الفكري. هذه الامور الثلاثه وهي اقسام محل الحق، هذا الحق لا يمكن تصوره الا بوجود شخص ينسب اليه هذا الحق. ولنقل مثلا في الحقوق العينيه في الحقوق العينيه هناك سياره. هذه السياره لابد ان يكون لها صاحب حق. هذه السيارة لابد أن يكون لها صاحب حق هذا بوجود شخص ينسب إليه هذا الحق وهي السيارة كما هو في المثال الذي ذكرنا كما أن الواجب الذي يقابل الحق لابد أن يقع على عاتق من شخص من الأشخاص فالحق يفترض وجود الأشخاص من ناحيتين أولا ينظر إلى أمرين في جانب الحق هذا أولا ننظر إلى وجود صاحب حق وجود صاحب حق هذا الشيء هو لصاحبه فينظر هذه السيارة لمن؟ فوجود صاحب حق لهذه السيارة الأمر الثاني وجود شخص يلزم بأداء هذا الحق مثلا ولنقل أنه اشترى سيارة فإنه من الملزم بتسليم هذه السيارة؟ البائع فإن البائع يلزمه أن أن يسلمه هذه السيارة فهنا نلاحظ ان هناك علاقات اما تكون علاقات شخصيه كما هو في محل الحق الشخصي او محل الحق العيني او محل الحق الفكري فاننا لابد ان ننظر من هو صاحب الحق وهناك التزامات يجب اداؤها عند نشوء هذا الحق. للشخص معنى اصطلاحي في نطاق القانون، ما المقصود بمعنى الشخص؟ في الاصطلاح في نطاق ماذا؟ في نطاق القانون لاننا نتكلم عن نطاق القانون ما هو؟ ما هو تعريف الشخص؟ ما المقصود بالشخص؟ ما الجواب؟ احسنتم الجواب بان نقول اذ يقصد به من يتمتع بالشخصيه القانونيه ويكتسب ماذا؟ الحقوق يكتسب الحق وايضا يتحمل هناك التزامات عليه يجب ان يتحملها عند عند وجود هذا الحق له وتتمثل الشخصيه القانونيه في نوعين اذا هذا الشخص يقصد به من يتمتع بالشخصيه القانونيه اما يكون يكتسب الحق وايضا نلاحظ انه يتحمل التزامات في هذا الحق. هذا الشخص اما ان يكون طبيعيا واما ان يكون اعتباريا. ما الفرق بينهما؟ الشخص الطبيعي سنوضحه في هذا الدرس. وفي الدروس القادمة سنبين ما المقصود بالشخص الاعتباري غالبا يدور من أمثلة الشخص الاعتباري نجدها في جانب الشركات أو في المؤسسات الأهلية أو في الجهات الحكومية فإن هذا هو الشخص الاعتباري ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما من ضمن الأمور غير الأمثلة الواقعة في هذا نقول بداية نشوء هذا الحق كيف, كيف ولادة هذا الحق كيف نشأ هذا الحق؟ إما للشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري، بينهما فرق كبير، فلا بد أن ينظر إلى هذا الجانب أن نقول أننا تتمثل الشخصية القانونية في نوعين، هما الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري، وسنوضح في هذا الدرس المقصود بالشخص الطبيعي. في ماهية الشخص الطبيعي هو الإنسان. هو الإنسان، هناك نلاحظ أنها جهة اعتبارية. مثالها شركة. هم يخاطبون من؟ عند هناك وجود التزامات او حقوق لاصحابها فانهم يخاطبون هذه الشركه ولا يخاطبون الموظفين الذين فيها، وانما يخاطبون هذه الشركه باعتبارها شخصا اعتباريا. بينما في الشخص الطبيعي فان هذا الانسان هو الذي يخاطب عند وجود التزامات او حقوق بين الاشخاص. هو الإنسان والذي تثبت له الشخصية القانونية بمجرد ولادته كيف يلد أو كيف تكون ولادة هذا الشخص الطبيعي سنبينه بعد قليل وهو الذي يصلح أن يكون دائنا بحقوق أو مدينا بالتزامات إما أن يكون دائنا أو يكون مدين ولا تلازم هذه الشخصية ضرورة توفر عنصر الإدراك أو التمييز أو الإرادة لماذا وضح هذا؟ لأن ولادة الحق أو ولادة الشخص الطبيعي ربما تكون بولادته يكون له حقوق وعليه التزامات بمجرد ولادته فإذا لا ينظر إلى جانب العمر فلا ينظر إلى جانب إدراكه ولا ينظر إلى جانب تمييزه ولا ينظر إلى جانب إرادته وقصده فإذا هذا هو المقصود بجانب الشخص الطبيعي الشخص الطبيعي ووضحنا هذا الأصل أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيا وهو انفصال المولود عن أمه كما تشترط تحقق الحياة عند تمام ولادة فمتى ما انفصل المولود عن أمه ولو للحظة واحدة تثبت له الشخصية القانونية مجرد ولادته حيا ولو للحظة واحدة فإنه عند ذلك تبدأ الشخصية القانونية الطبيعية وحتى لو توفي بعد فترة قصيرة إذا مجرد لو جاء إلى الحياة ولو عاش لحظة فإنه ينشأ عن ذلك حقوق والتزامات حتى لو توفي بعد ذلك وعلى ذلك فإن الجنين الذي يموت في بطن أمه أو الذي يموت أثناء عملية الولادة لا يتمتع بالشخصية القانونية هنا الفرق الجواري المهم في قضية وجانب ولادة بداية الشخص الشخصية القانونية الطبيعية ويتم التثبت من حياة المولود من علامات الظاهرة للحياة مما يدل على هذا الامر ولادته ماذا؟ نقول البكاء او الحركه التنفس تثبت الولاده بشهاده الميلاد المستخرجه من سجلات الاحوال المدنيه المعده لذلك الاصل هو ابتداء شخصيه القانون بولادته حيا الا ان القانون خرج عن هذا الاصل باستثناء واعترف للحمل المستكن قبل ولادته، فاذا اذا كان هناك حمل مستكن قبل الولاده فان القانون قد خرج عن هذا الاصل باعتباره انه يخرج حيا مستقرا، فقالوا انه انه يعترف للحمل المستكن قبل ولادته، اذ ان الجنين له شخصيه قانونيه تكسبه تكسبه ماذا؟ تكسبه حقوقا نافعه نفعا بحتا، فهو ليس صالحا ان تتقرر عليه التزامات من اي نوع. حتى بالنسبة للحقوق فلا يكتسب منها إلا تلك التي لا يحتاج لاكتسابها إلى قبول مثل ماذا؟ مثل الميراث فيكون له حق في هذا وكذلك الوصية والنسب هذه الشخصية لا تتأكد إلا بتمام الولادة مع الحياة لا تتأكد هذه المرة إلا بتمام الحياة وبالتالي إذا مات الجنين في بطن أمه فإن ما يثبت له يعتبر كأن لم يكن يعتبر كأن لم كأن لم يكن هنا بينا من هو الشخص الطبيعي ومتى تبدا الشخصيه القانونيه الطبيعيه وما هي علامات الثبوت بينا ذلك من خلال ما يوجد عندكم في الكتاب بينا هذا الامر من هو الشخص الطبيعي ومتى تبدا الشخصيه القانونيه الطبيعيه وما هي علامات ثبوتها وبذلك نكون انتهينا من درسنا في هذا اليوم نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ويلهمنا يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لكل خير ويعيننا عليه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين